وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. شكرا لكم. مقطع جديد، تحدي من تحديات الاسبوع الثامن. وقبل بدايه المقطع الشباب، لازم اشكر تصلوا على النبي، بعدين لازم نضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. كمان لا تنسوا تستخدموا كود اتم شوبشيش الظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. وعندما مطلوب من هذا التحدي، بيحكي لك دمر صناديق انتاج التفاح والطماطم في سوق مزارعي البستان. كل عليك تنزل على هاي المنطقة اللي هون جنب الصحراء عند البستان، وكل عليك انك تروح تدمر 3 صناديق. مطلوب من عندي هون 3 صناديق، يطلبوا اكثر من عندك بعرفش، هسه التسريب مطلوب 3. اذا طلبوا اكثر كسر، قد ما يطلب منك كسر. هسه انا دمرت هون تفاح ورحت بلشت انا جنبه طرف، هي هون الذرة، هذول ذرة مش مطلوب، يعني هو مطلوب منك بس تفاح وطماطم اللي هو البندورة، تمام؟ هاي بالنسبة لصناديق البندورة صراحة تلقوها غاد. كل عليك انك تدمر 3 منها، كان بنفس الجيم او اكثر من جيم، يعني يمكن تنزل ما تلاقيش غير صندوق بجوز، يعني الناس حتكون نازل ومكسرينهم، يعني لانه فيش غير هالمنطقة اللي هي مطلوب منك انك تروح تكسر فيها. وهيك يا شباب كان عندنا بس هذا المقطع لليوم. لا تدعمونا خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. كمان لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوب شيش الظاهر امامكم. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد، ومع السلامة. Peace.